اليوم الغالي على قلوبنا. نقولكم كل عام وانتم بألف خير. نعيدكم هذا اليوم الغالي على قلوبنا. طبعا هذا اليوم ما كان ليصير لحتى لولا تضحياتكم انتم صراحه وجهود الرفاق العسكريين اللي قدموا شهداء وقدموا جرحى، واحنا نعرف المعاناه اللي عم تعيشوها انتم والخطر المباشر مع الطرف الثاني. تفضل. نقول كافه المفاصل للاداره المنزوره نقول لكم كل عام وانتم بخير. الرفاق العسكري معنا في وعندي بالخير. حبينا بذكر السنوية الرابعة لتحقيق مدينة منزوركم، نطمن عليكم نكون معاكم في خطوط الجبهة.